هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. فيديو المرة دي مختلف، هوريكم الحاجات بتاعت رمضان واسعارها ايه. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بأول حاجة بالمكسرات، ده عين جمل ب3.98، والحجم الأكبر شوية ب5.98. هما بيبقوا موجودين طول السنة، ف مش محتاجين يعني ان احنا نجيبهم اكتر في رمضان. وكمان بيبقى فيه لوز وكل حاجة تقريبا، وفي بندق قمر الدين، ده حجم صغير ب$99، ده حجم اكبر شوية ب3.99. ده سميد ناعم ب3.99، اللي بيتعمل منه عجينة الطايف. ما كانش في فرصه ان انا اصور لكم الكنافه، هي بتبقى غالبا مجمده، وتقريبا سعرها بيكون من 3.99 ل7.99، انا مش متذكره قوي السعر. هنا بقى ده بلح بكل انواعه بقى وكل الاشكال، ده ب8.99، ده ب12.99. هو هنا فعلا غالي قوي يعني عن اي حاجه تانية، ده ب4.99. دي عجوة ب10.99، برضو ده ب3.99، واللي جنبه كان ب9.99. نيجي تاني على سكشن المكسرات، ده بندق ب8.99، في جنبه ده اللي فيه انواع لب كتير ب6.99، وفي زبيب ب3.99 اهو، ده حجمه كبير شوية، بيبقى فيه غامق وفاتح، في جنبها مش مشية ب5.99. برضو هنا في لوز ب5.99، وفي انواع لب برضو، وفي هنا برضو فستق ب8.99. في طبعا حاجات متحمسه وحاجات لا، وبالذات المكسرات دي زي ما قلت لكم هي موجوده طول السنه. بعد كده جبنا تمر هندي، ده ب3.99. عايز اوريكم برضو مش مشاي، جبناه من محل تاني، دي موجوده برضو طول السنه، وموجوده حتى في سوبر ماركت امريكيه عادي. ده انا مش فاكرة اسعارهم ايه ومش مكتوب عليها. دي اراسيا برضو موجودة طول السنة، جايبينها من وولمارت او تارجت مش فاكرة، وده زبيب برضو. هما غالبا اسعارهم من 3.99 ل7.99 زي ما قلت لكم. بس كده، دي كانت جولة سريعة في مشتريات رمضان، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو.